عسلامة الأولاد، عسلامة البنات. كما العادة موعدكم القار مع فقرة ديما صغار، ومرة هذي جبنا لكم برشا أطفال مزيانين. عسلامة، لاباس عليكم؟ منين جيتونا أنتوما؟ من روضة؟ مملكة شباب. أنت مملكة شباب، محلاهم محلاهم ساتي، شنو أحوالك؟ لاباس؟ ستي بوثينة شرفتنا بحضورك. بوثينة نعرفوك مربية فاضلة وأجيال تخرجوا على يديك، وكذلك نحب تصفيق على عمو أسامة كشكار، الممثل المسرحي أسامة كشكار، اللي ديما عودنا بالطلة متاعه الحلوة في المسرحيات، سواء مع المرحوم عزين قنون أو مع سيرين. وعمنا وشفناك عادة في الشاشة في التلفزة، إن شاء الله السنة إن شاء الله فما تجربة سنة؟ إن شاء الله، مازلنا ما نعرفه. أيه هو ماهوش موضوعنا، ما تو نبلبشك شوية. أسامة، الحاجة اللي نحبها فيك تعاملك مع الصغار. يعني كيفاش لقيتوا هالأبروش هذايا؟ أنت تخدم تو في خدمات معناها مع الكبار في التمثيل سواء أو في الكوليغرافيا. أنت مع الصغيرات في رياض الأطفال، العالم متاعك كيفاش كان وكيفاش تلقاه؟ والله ياسر ياسر عالم تحسه صعيب برشا، معناها أول مرة مش عليك صعيب. أول مرة وقت اللي حبيت ندخل مشي في بالي أسهل برشا الخدمة مع الصغار، على أساس هكا صغيرات معناها أسهل صغيرات ومعناها، لكن لقيت بالحق الصغير خاطر ما يجاملش، ما عندوش النطاق، ما عندوش يقول لك في وجهك كان حاجة عجبته عجبته، ما عجبتوش وما يعرفش يكذب، ويزمك برشا معناها برشا تحذير، ويزمك تفهم بالباهي النفسيه نتاع الصغير، وهذا بالخبره تعلمته. معنى ما نكذبش عليك، العوام الاولى تعبت برشا، قعدت على خاطر معناتها لقيت روحي ما نجيبش تو كل شيء ترسخ في اللاوعي. تو الحمد لله تو، ولتو ما زلت نتعلم، لتو الصغار يفاجئوك تو، وخاصه الواحد بعد يعني بعد ما يولي هو عنده صغار يزيد يفهم اكثر برشا. هذاك اللي كنت باش نقوله لك، ونقوله للساده المشاهدين، انه اسامه كشكار الممثل المسرحي، يعني كما تشوفوه في المسرحيات وتشوفوه في المسلسلات، عنده وجه اخر خفي اللي هو في رياض الاطفال، يعني رقصات من احلى ما فما، اكل خطوات وكل مهم جدا انه يكون في الاختصاص، هو اختصاصك زاد طبعا. اقل تابلو دو دانس في رياض الاطفال قداش ياخذ لك وقت مع التنفيذ نتاعو مع الصغيرات؟ يعني التحضير مع يعني نقولوا خمسة سنوات، اي نقولوا في معناها خمسة سنوات، تحط لهم بين شهر ينجم يكون تابلو حر، شهر اما مليله في الجامعه معنا تقصد؟ يعني انا نجيهم انا ككوريغراف وهما يعاودوا الرقصه ويعني نقف عليها من الاول للاخر، لكن هذايا ما ينجمش يصير من غير المجهود نتاع المنشطات اللي في الروضه غاديكا، خاطر هما اللي عندهم يعني كل يوم مع الصغار،
ويعودوا لهم يدربوهم هما. معناها أنت تعطيهم الخطوات وهما يمشيوا على الصغار. هذا مهم برشا، حتى لي بارون ساعات ما يعرفوش، ساعات ماشي في بالهم اللي أسامة أستاذ هو وحده هو اللي يحضر كل شيء واللي يعمل كل شيء. أسامة الرقصة اللي كنا نشوفوا فيها قبل قليل، الرقصة الوطنية من تصميمك زاد. يستحق تصفيقة. حاجة حلوة ياسر. ستي بوثينة، أنا باش نحكي لك خرافة صغيرة. خرافة أحمد وخليل اللي هما زوج شباب عاشوا في نفس البيئة، نفس الظروف الاقتصادية ونفس الظروف الاجتماعية. واحد منهم قال ما عادش نحب هالبلاد ونحب نحرق وما عادش تعني لي حد شيء، والثاني قال أنا نحبها، أنا تونس شنو أعطيت لها ونحب نقعد فيها ونحب نبنيها ولو من الصفر. وهما زوز كما قلنا في نفس الظروف الاجتماعية. لو نشوفوا في الظاهر ما نجموش نفهموا حتى شيء، كما نكونوش مختصين لازمنا نرجعوا في بداياتهم وهما أطفال صغار في العمر هذايا، مصادر التوقعات متاعهم في الانتوراج متاعهم في المدرسة أو في البيت أو في الروضة، غاديك الأساس. أنت هنا شنو دورك باش تعزز الهوية الوطنية وترسخها في بال الأطفال؟ ما نحكيوش على البيت، هذاك حكاية أخرى. أنت كمديرة روضة، الروضة هي بتبقى. ومن بعد تو نعرفوا يطلع خليل ولا أحمد. إن شاء الله. الروضة هي الحاضن الرئيسي ديجا اللي صغير نرسخوا له بيه الانتماء. ويعدي أكثر وقت فيها طبعا. إي بيان سور، يعدي نهار كامل معناها برسك يجوا من الصباح يروحوا لابخي ميدي. صحيح. معظم الوقت متواجدين مع المنشطات نتاعهم معانا معناها في الروضة. دونك الروضة عندها دور كبير باش نرسخوا لهم حب الوطن. اي فين يتمثل هذا اكزامبل؟ انا تو نشوف بالنسبة بالنسبة لتونس اي هذيك براعة يدوية. في البراعة اليدوية، في البراعة اليدوية في ديجا هي تونس ناخذوه مشروع بيداغوجي طويل المدى، يعني على طول على فترة امتداد السنة الدراسية. فعلا على امتداد السنة الدراسية عندنا مشاريع صغرى كلها تصب في مشروع تونس. معناها كنا ناخذوا مشروع صناعة تقليدية ديجا نحن نتعرفوا على التراث نتاع بلادنا. كما هذيك حلوة ياسر. خريطة تونس، هذيك خريطة تونس، والصغار من خلالها يعرفوا اللي نحن مثال ناخذوا الزيت من الساحل. ناخذوا الزيت من الساحل، ناخذوا القمح من الشمال الغربي. فين القمح؟ هو الحوت من بنزر. دونك هما هنا بالنسبه لنا نحن باش نرسخوا لهم اللي الجهات الكلها قاعده كل جهه تعطي في حاجه، وما نجموش ما تنجمش تونس تكون ناقصه جهه من الجهات. اما حيلت ستي، حيلت تو الرومان كان في جابسك هاو وتستور ما فيها رومان زاد. اما تستور ولايه بيجه. دونك معروفين زاد بجبن القمح وبجبن. كان باش نركزوا برشا باش كان باش نركزوا برشا مثال تو كان ناخذوا القيروان معروفه بالمقروض، كان ناخذوا الوطن القبلي مثال فيه القوارص وفيه الخزف. دونك بالنسبه لهم هما في عمرهم معناها لازمهمش يتعمقوا برشا. اعطينا بالنسبه لنا نحن خصوصيات الهدف اللي عندنا الواضح اللي نحن الكلهم يعرفوا اللي تونس راهي بلاد واحده. فعلا رانا الكلنا توانسه من الشمال للجنوب. فعلا هذوما يتسموا ستي بوثينه روابط ذهنيه. وكما نشوفوا لهنا شوفوا محلاه التابلو هذايا، يعني من حاجات بسيطة أغطية نتاع بيبز ماء وبلاستيك. شوفوا الراسكلة شو عملوا بها، أنتم خدمتوها هذايا؟ قول الحق. هذايا بالأغطية بتاع البلاستيك. شوفوا توا باش هذايا بالصلصال يعني لي سيبور الكل يستعملوا. اللي كنت عاونهم فيها أني ستي شوية خاطر التكنيك نتاعها فيها صعيبة شوية. دونك تعاونهم ستي خذها كادو. اي يعني تو في البراعة قلنا في طبعا في شكون بكري في الأنشطة اللغوية تونس موجودة في شنو آخر؟ في الرقصة، في التعبير الجسماني زاد مع سي أسامة، مسرحيات زاد وفي الغناء فما ولا الغناء موجود. مش حضرتوا لنا هما باش يغنيو؟ هما باش يغنيو تونس فين؟ يا عيني نبداو من توا نحفظوا لتونس في عينيا باش كي نكبروا نقولوا نحبوا نقعدوا في تونس، نحبوا نبنيو تونس هكا. ولا ستي سمي نغنيو ولا تغني معنا؟ تونس في عينيا
جنة تعز عليا تونس في عينيا جنة تعز عليا نرعاها ونحميها نزرعها بيديا نرعاها ونحميها نزرعها بيديا يا عين حرية ياسمين وحرية نرعاها ونحميها ونزرعها نرعاها ونحميها ونزرعها بيديا يا عين تونس تونس في عينيا جنة عز عليا تونس في عينيا الله عليكم جنة عز عليا نرعاها ونحميها نزرعها بيديا نرعاها ونحميها نزرعها بيديا يا عين صفق عليكم أنا بس صفق عليكم معنا صاحبتهم اسمها عنا روان روان تو باش تشوفوا تونس بيدها جاية باش تهدينا لنا احنا حوايج مزيانين إجا روان ترى إجا من هوني واحدة واحدة شوفوا محلاها البنوتة باش نختموا بها اللقاء إجا إجا بحذايا إجا محلاها محلاها روان محلاها إجا إجا محلا زينها محلا زينها وش عمي شنو ما هذوما ياسمين هات الميكرو هات أغزر غادي العمي ترى شو اسمها هذه ياسمين عندها الحق تقول ياسمين خاطر منظرها كيما الياسمين أما هو عامبر ولا شكون هذا وستي سمية تاخذ كعبة معنا بهز كعبة وعطيها لستي سمية واحدة بركة واحدة بركة هزها وأحنا باش نقولوا باي باي لضيوفنا وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير وتونس بخير